كذلك مما ينبغي على آداب طالب العلم، أو مما ينبغي في آداب طالب العلم، أن يحرص على أدب الخلاف، أن يحرص على أدب الخلاف واحترام العلماء، لا سيما من الأئمة السابقين. لا ينبغي لأحد أن يطعن في الإمام أبي حنيفة، ولا في الإمام محمد بن إدريس الشافعي، ولا في الإمام مالك بن أنس، ولا في الإمام أحمد، ولا في الأوزاعي، ولا في الليث بن سعد، ولا في سفيان بن عيينة، ولا في سفيان الثوري، ولا في تلك الكوكبة والنخبة من علماء الإسلام، فإن الطعن فيهم، من طعن فيهم فهو على غير منهج السلف، وليس من منهج السلف إلا حفظ مكانة العلماء التي حفظها الله عز وجل وقرنهم باسمه في شهادته وشهادة الملائكة بالوحدانية. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وكذلك أيضاً ينبغي أن نحرص كل الحرص على توقيرهم والتأدب معهم، وإن أخطأوا فهم ليسوا بمعصومين، لكن خطأ العالم إذا أخطأ وهو مجتهد فله أجر، وإن أصاب فله أجران. فالطعن في العلماء ليس على من ذكرهم بغير الجميل، فهو على غير سواء السبيل، كما ذكر ذلك الإمام الطحاوي رحمه الله. ولهذا ضرب الأئمة أروع الأمثلة في سلامة صدورهم وفي صيانة قلوبهم أن تحمل غلاً أو حقداً على أحد من المسلمين. الإمام الشافعي رحمه الله يخرج من بغداد ويقول: خرجت من بغداد وليس فيها أروع ولا أفضل ولا أعلم ولا أتقى من الإمام أحمد. والإمام أحمد يقوم آخر الليل ويدعو ويرفع يديه يدعو للإمام الشافعي. هذه هي آداب العلماء، وهذه هي أخلاق العلماء. فما بالنا نجد اليوم في بعض المنتسبين إلى العلم من يطعن بالعلماء ويزري بهم ويتهمهم ويأخذ الوشايات والدعايات المضللة عنهم. فليحذر طالب العلم أن يلقى الله عز وجل وقد ولغ لسانه بعرض أحد من أهل العلم، فإن لحوم العلماء مسمومة. قالوا: يزورك أحمد وتزوره. قلت: الفضائل لا تغادر منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. ألا ما أحرى طلبة العلم اليوم أن يتحلوا بمثل هذه الآداب، ويعذروا بعضهم بعضاً في مسائل الخلاف، فكلهم من رسول الله ملتمس غرفاً من البحر أو رشفاً من الديمِ.